هي أحلام لأطفال شغفهم مداعبة الكرة لخص كل شيء. لكل واحد منهم ورقة يريد أن يرسم فيها طريقه لبلوغ النجومية. هذا مرض نصفي. ايش عندك تهمة معهم؟ عندي عمي. عمي وعجبك الحال؟ معجبك؟ الحمد لله صافي. من فوقري سمليح من الطاليان مروك ليسبان ليتورنوا كيما لو عمي فات جا فرانكو فاريز اللي هنا عندنا هالدنيا هدر معانا. اني مال مي جوار بو مو وان شاء الله نلقاو بلاصتنا في الجي على الشباب وان شاء الله نولي كيما رونالدو وان شاء الله نهز لهم كاع شباب. العينة هنا أطفال اختلفت أعمارهم التحقوا بأكاديمية مختلفة لكرة القدم تنشط في الجزائر بشعار كلنا فائزون، استثمار يراه القائمون على هذه المدارس أنه وسيلة لتقديم قيمة إضافية للتكوين في الجزائر الذي يعاني اختلالات على مستويات عدة. الجانب تاعنا التحضيري والتكويني اللي يأثر على القيمة هذه هو إبرازهم من ناحية الأخلاقية حاجة الأولى برضو دوني دي كما نقولوا دي ستار كما نقولوا إكزامبلير أو ميم طون اون فورماسيون بسيكولوجيك حاب يقول حسن الأخلاق والتربية وأيضا تقنيات اللعب اللي تكون على المستوى العالمي. نوفر كل إمكانيات للاعبين اللي ما نلقوهاش في أندية أخرى من ناحية الأرضية أرضية الملعب من ناحية العتاد من ناحية الطاقم الطبي ولا الطاقم البسيكولوجي ولا الطاقم الرياضي ولا الطاقم الإداري. تمارين مختلفة ونشاطات كثيرة يقوم بها هؤلاء الأطفال في تدريباتهم كلها تحت أنظار تقنيين شباب يعملون على تقديم تكوين وفق قواعد محددة ولهم امتيازات تركتهم يتخلون عن فكرة الإشراف على الأندية المحلية. On a préféré de travailler dans les académies. Pour un, il y a une certaine stabilité, il y a le côté professionnel, l'administration, le côté administratif, ils sont très 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 professionnels. Donc du coup, tu te sens à l'aise, le côté technique. Donc sur le plan pédagogique, le matériel et tout, il y a une certaine stabilité totale. J'ai choisi de travailler avec eux parce que c'est ce qui m'a fait gagner la confiance avec eux. Et il y a une évolution. لأنه كل مرة يجيبونا بار اكزومبل يجيبونا دي فورماتور. هنا يستمد هذا المشروع الرياضي فلسفته من تجارب الكرة الأوروبية أمر دفع بالأولياء لجلب أبنائهم لهذه المدارس. جي في مون شوا لهاد الأكاديمي باسكو سوي فيت شفت بلي كاين دي زاميليوراسيون بزاف فهمتني كوتي بونكتياليتي كوتي لا جيرونس كوتي بزاف الحاجه شفت ريماركيت فيهم كي دخل صبنا اون بون اورغانيزاسيون على ليبوك كانوا طالعين هنايا سور بلاس يخدموا اي تو دونك اون ا كونستاتي لو سيريو يافي بوكو دو سيريو يافي بوكو دافونتاج يدوهم الخارج يشوفوا لي كومبيتيسيون ولا يلعبوا لي كومبيتيسيون هنا بالنسبه لينا Si nous avons des meilleurs éléments, مدارس كرة القدم في الجزائر تجربة تستحق التشجيع كيف لا وهو استثمار في المواهب الساحرة المستديرة وفقا لمعايير محترفة الهدف منها تكوين جيل سيكون مستقبلا خزانا الأندية الجزائرية ولم لا المنتخب الوطني.